مولاي السلطان سليمان المعظم. صباح الخير. مولاي السلطان حاكم الدولة الصفوية عم يهنيك بنصر رودوس وبعت لك رسالة. شاهكم راه هلأ صار بيعرف وين مصلحته. وفقك الله يا نور الحق سلطان سليمان، يا رمز العدالة والشجاعة والكبرياء والحكمة، أيها السلطان، أيها المقدام المظفر، يا سلطان السلاطين، يا سلطان أدعو الله أن يطول حكمك وتزدهر دولتك، كما أدعو أن يسود دينكم ويعم كل العالم. نحن سنحارب معكم ضد الكفر والكفار، وندعو الله أن يسكن السلطان سليمان جنان الخلد، لأنه مثال يقتدى في الجهاد والصلاح والعدل. نحن من الآن جنود السلطان سليمان، نقسم بأننا سنكون موالين أيها السلطان. إنك تذكرنا بالقادة الكبار الإسكندر وداريوس وغيرهم من العظماء. شفت يا باشا كيف صاروا يمدحوا السلطان سليمان؟ مو وقت هالحكي، وخلينا ما نتأخر بالرد على هالرسالة. بدي إياك تبعت لهم رد على هالرسالة بسرعة يا شلبي. مولاي رح نبعت رد للشاه اسماعيل. شاه شو يا شلبي؟ الأمير ما بيصير يكون شاه. شو انتو نسيتوا الأصول؟ اكتب: صاحب الحكومة والإمارة الصفوية الشيخ حيدر الموقر، شيخ وزعيم الصفويين، نرجو وندعو الله أن يرشدك. إن الدولة العثمانية تواصل الفتوحات وتنشر الحق المستمد من القرآن الكريم المقدس ومن شريعة نبينا وتعاليمه التي تدعو إلى المحبة والتسامح، وهذا هو الجواب اللازم لطرفكم بناء على رسالتكم الكريمة. مولاي السلطان، في موضوع حابب أرضه على حضرتك. لازم نعين حدا بشكل عاجل لمقام سيد الأسياد ببلاد الروم بعد إياس باشا. في حدا بتقترحه؟ طبعا في هالمقام إلك يا إبراهيم. إلي أنا؟ ليش لا؟ فرحات باشا بده يروح هلأ والي على سمندرا. بلاد الروم مهمة كتير، ولازم عين عليها شخص يكون ثقة بالنسبة إلي. مولاي هي مناصب كبيرة كتير علي، كل منصب عم تعطيني إياه بيقربني من الموت أكتر. الخوف من الموت منيح يا إبراهيم، على القليل بيخليك دائما حذر.